اقتصاد مستدام ركيزة من الركائز الأساسية السبعة لخطة التنمية والتي تمثل الرؤية المستقبلية لكويت جديدة 2035. لذلك فإن القطاع المالي والمصرفي يعد من أبرز وأهم عناصر تلك الركيزة لما له من دور فعال في تمويل المشروعات التنموية بالإضافة أيضا إلى مساهمة في الناتج المحلي وكذلك مساهمة في تمويل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء القروض الشخصية كالتمويل العقاري وخلافه. ومن هذا المكان نتحدث عن شركة بورصة الكويت والذي كان يعرف سابقا بسوق الكويت للأوراق المالية وهو سوق يتداول فيها الأسهم وبشكل رسمي ويتضمن عدة أسواق وهو راح يكون مضمون حلقة هذا اليوم. في البداية أستاذ خالد، لو نتكلم على بدايات بورصة الكويت منذ أن أنشئت إلى ما وصلنا عليه حتى الآن في 2018. نشأت سوق الكويت الأوراق المالية في 83، أنشئ بعد أزمة المناخ، فارتأوا أصحاب القرار في ذاك الوقت بأنه يحتاج أن يكون هناك سوق منظم تحت قواعد واضحة يدار فيها سوق الأوراق المالية، وهذه أساس نشأة سوق الكويت الأوراق المالية، وهو يعتبر أقدم الأسواق في المنطقة كسوق الأوراق المالية. طبعاً يمكن الكل يتساءل على مر هذه السنين من نشأة البورصة إلى ما وصلنا عليه، الكل يتساءل شنو التطور اللي طرى على بورصة الكويت؟ والله تطور شيء كثير من سوق الكويت الأوراق المالية إلى شركة بورصة الكويت في عدة اتجاهات. أولاً تحولت من مرفق حكومي إلى قطاع خاص جاهز لعملية الخصخصة، فهذا أول تحول كبير في جهة حكومية موجودة، يعني راح إذا تم إن شاء الله تتم الخصخصة راح يكون هذا أول مشروع خصخصة يتم بالكويت. ثانياً شركة رأت إلى إعادة النظر في آلية عمل السوق، وضع استراتيجية شاملة كاملة لإعادة البنية التحتية ونقل السوق إلى مصاف البورصات العالمية بتغيير النظم، القواعد، الآليات، الآي تي، طريقة التعامل مع شركات المدرجة، طريقة التعامل مع شركات الوساطة، علاقتنا مع المستثمرين بشكل كامل، فهذه نظرة شاملة كاملة ما كانت موجودة في السابق. منها طلعت الاستراتيجية في بدايتها في 46 مبادرة، تقسمت من ناحية التنفيذية إلى أكثر من 70 مبادرة. الآن إحنا في مراحل تطبيق نص هذه المبادرات. بدينا الشركة في 2014 كشركة جديدة، أعتبر نفسي موظف رقم واحد فيها. بدينا خلال الفترة بدايتها إلى تأسيس الشركة من الداخل، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مع مستشار عالمي، فتعاقدنا مع بوستن كونسلتنج جروب لوضع استراتيجية كاملة للشركة. مع شركة بوستن كونسلتنج جروب سوينا ورش عمل، التقينا مع أكثر من 60 شركة مدرجة محلية وهيئات ذات اختصاص، وبناء على هذه اللقاءات والاجتماعات قدرنا نحط أطر عامة واضحة لموضوع الاستراتيجية. أقرت من قبل مجلس الإدارة في 2015 ونقلت إلى هيئة أسواق المال لاعتمادها في شهر 6 2015. خلال هذه الفترة بالإضافة لما خلصنا استراتيجية وضعنا قواعد للشركة من ناحية شؤون الموظفين، من ناحية القواعد المالية والإدارية، طريقة التعامل مع أطراف ذي صلة وغيرها من الأشياء الأساسية اللي تحتاجها أي شركة.
بدأ مشروع تطوير اللي هو في بدايته اسمه IPTM Interim Post Trade Model، وتحول إلى Market Development اللي هو تطوير السوق مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة. فصار المشروع مشروع سوق مال وليس فقط مشروع بورصة الكويت بقيادة هيئة أسواق المال، حطت استراتيجية لكيفية الوصول إلى مصاف البورصات الإقليمية والعالمية من ناحية التعامل، خاصة وإحنا كنا بعيدين كل البعد عن آلية التعامل العالمية. فبدأ المشروع في ذاك الوقت وتحقق أول نجاح كان في شهر 5/2017 اللي هو انطلاق التقاص والتسوية T+3 من كان T+0 وغيرها من. وإحنا بالنسبة لنا غيرنا التكات ورفعنا الليمت السهم من 20% ليمت أب وليمت داون، وهذا كان هذا أول تغيير يمر على السوق، هذا في بداية مرحلة التغيير هني. ولكن أكو نقطة بالنص جوهرية بالنسبة لنا كشركة بورصة الكويت، إن إحنا عشان تتخيل حجم العمل، إحنا بدينا في شهر 7/2014 ماكو ولا موظف، استلمنا إدارة مرفق السوق في 25/4/2016 وخذينا ترخيص كامل من هيئة أسواق. كنا في آخر 25/4 كنا ندير المرفق سوق الكويت الأوراق المالية. في شهر 10/2016 خذينا ترخيص بورصة، فانتهى مرسوم 83 وصارت البورصة سوق الكويت الأوراق المالية غير موجود، صارت بورصة الكويت شركة بورصة الكويت هي البورصة. في شهر 5/2016 أو يعني تقريبا 7 أشهر عقبها بدأ التطوير الأول. في شهر 4/2017 التطوير الأكبر اللي هو تقسيم الأسواق، اللي هو صار عندنا السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، السيركت بريكرز الفواصل السعرية تغيرت، مؤشرات جديدة، صار عندنا الصفقات الخاصة كانت بادية قبلها، وكان عندنا ماركت ميكر بادي من قبل بس ما اشتغل، الحين مع تقسيم الأسواق بدأت صار في قبول عليها وتقديم طلبات. فتخيل أن حجم التغيير هذا اللي صار، اللي تعتبر كأنك سويت بورصة جديدة، سويناها من استلمنا خلينا نقول المرفق في شهر 4/2016، والحين حققنا تقريبا من مشروعنا إحنا كبورصة الكويت مو مشروع العام، يمكن حصلنا يمكن 70% من إنجازات. بدأ تأسيس بورصة الكويت بعد إصدار قانون تنظيم التداولات المالية في سنة 1962، ولكنه خضع للعديد من التعديلات، وهو بذلك يكون أقدم سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، كما أنه يعتبر أحد كبريات البورصات وأكثرها أهمية عالميا. أستاذ خالد، لو نتكلم على الخطة التنموية اللي وضعتها حكومة دولة الكويت بالنسبة لكويت جديدة 2035، شركة بورصة الكويت هل بالفعل لها مساهمات في دعم هذه الخطة؟ ويا ليت يعني تعطينا باختصار مساهماتكم في دعم الخطة التنموية. احنا من ضمن الخطة 2035 واللي فيها الارتقاء للسوق الى الاسواق الناشئة، والحمد لله تحقق هذا في السنة الماضية، والان راح يعني تتحقق على ارض الواقع. شهر 9 راح تدخل المرحلة الاولى من استثمارات اجنبيه سلبيه يسمونها باسيف انفستمنت تينا في شهر سبتمبر، والمرحله الثانيه في شهر ديسمبر، وهذه جزء من مساهمتنا في رؤيه الدوله في 2035. وهذا مو فقط احنا جزء منها، ولكن اي المنظومه الاقتصاديه بشكل كامل راح تنعكس على 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 بورصه الكويت، لان احنا مرآة الاقتصاد الكويتي. فالتطوير اللي قاعد تقوم فيه رؤية الدولة المستقبلية نتائجها راح تنعكس على
على بورصة الكويت من أن هناك شركات سوف تدرج، هناك شركات تابعة للمشروع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام تدرج بسوق الكويت ببورصة الكويت، ويروح يكون تنوع للشركات. ونتمنى بعد يكون من ضمن خطة الدولة أن شركات نفطية وبتروكيميائية تكون من ضمن المخطط الإدراج، فرح يكون هناك منفذ لهذا التطوير للمساهمين أن يكونون مشاركين فيه، وهي مثل ما قلت لك مرآة الدولة، مرآة الاقتصادية للدولة. بالنسبة لأهمية الموقع الإلكتروني بالنسبة لشركة بورصة الكويت، مدى أهميته وتطبيقه عندكم في الشركة؟ الموقع الإلكتروني مالنا هي واجهة بورصة الكويت، وإحنا ما نتعامل كمبنى، إحنا نتعامل كموقع إلكتروني وكخدمات نقدمها عن طريق الموقع الإلكتروني. موقعنا الإلكتروني في جميع المعلومات المتاحة لأي مستثمر أو أي مهتم، يلقى في مواعيد استحقاقات الأسهم، يلقى في السوق، يلقى في تحليل، يلقى في بيانات عن الشركة. الآن احنا مع تطوير هذا راح يكون عندنا شيء اسمه ماركت ووتش اللي تقدر تشترك فيه وتاخذ بيانات بشكل فوري. احنا الآن البيانات بتأخر ربع ساعة، راح تتأخر ربع ساعة بعدين مع الاشتراك تبتدي تاخذ فوري. عندنا منتجات عن طريق من خلال الويب سايت راح يكون الداتا، نبيع الداتا، بالإضافة إن راح يكون عندنا مشروع جدا مهم، ونعتقد إن دور مسؤولية شركة بورصة الكويت المساهمة في تطوير الوعي الاستثماري. عندنا شيء اسمه بورصة أكاديمي راح يكون عن طريق الويب سايت اللي هو سيميوليتر تداول، تقدر تتعلم في التداول بأرقام حية لتداول السوق الفعلي، ولكن انت تقدر تحط لك بورتفوليو فيه هو التداول بس هو مو تداول فعلي، ولكن الارقام اللي موجوده فيه هي ارقام فعليه. هذه وحده بالعقل راح يكون مقالات، وقعنا اتفاقيات مع عده مؤسسات عالميه ان توفرنا مقالات لشرح اليه الاستثمار ومبادئ الاستثمار. هدفنا الارتقاء بفكر الاستثماري الفردي واتجاهه الى فكر استثماري مؤسسي، وهذا كله نعتقد من مسؤولياتنا اتجاه المجتمع. بالنسبة لي مثل ما تفضلت ببداية الحلقة على موضوع تحويل بورصة الكويت من سوق مبتدأ إلى سوق ناشئ، أكيد هذا الإنجاز يسجل حقيقة لمجلس الإدارة الشركة في هذا التطور اللي طرأ على بورصة الكويت. ياليت تعطينا بتفصيل الجهود كيف قامت وبدأت حتى ما وصلنا إلى سوق ناشئ حقيقة. شوف أخوي، خلينا نقول للأمانة، إحنا لما حطينا الاستراتيجية ما كان في بالنا
نروح لأسواق الناشئة. كان هدفنا إن نرفع من كفاءة السوق عشان نقلص الفارق ما بيننا وما بين البورصات الأخرى. فحطينا استراتيجية شلون نقدر نقلص الفارق، لأن هدفنا إحنا أن نكون سوق منافس لأسواق المنطقة، مو سوق حكري فعل محلي فقط، فهو محلي وسوق عالمي. ثانياً المستثمر الكويتي مستثمر متطور، عنده استثمارات في أماكن عدة بالعالم، فليش يروح يستثمر أماكن عدة بالعالم بمستوى عالي وبديرته آلية التداول بدائية؟ فهذا كانت الهدف. الخط اللي احنا ماشيين فيه وصلنا إلى تتطابق مع اشتراطات فوتسي راسل في موضوع الارتقاء بأسواق الناشئة، فكانت تلاقت، لأن بالنهاية الخطة اللي تطبقها وكانت خطة سليمة. هذا خلنا نقول الارتقاء عطانا نوع من الإثبات بأن خطتنا كانت سليمة، لأن خطتنا هذه وصلتنا للارتقاء. احنا ما رسمنا الخطة للارتقاء، رسمنا خطة لتطوير السوق ولكن أدت إلى نتيجة الارتقاء، فمعنات الخطة هذه كان نوع من الفاليديشن أو التأكيد بأن الخطة كانت سليمة، لأن نتيجتها صارت فترة قياسية وقصيرة وغيرنا من الأسواق أكبر وأكثر عمقاً خذاها عقبنا. فدليل أن احنا كنا ماشيين بخطط واضحة وسليمة ورؤى محددة أدت إلى نتيجة يعني ناجحة من هالنوع.